شو بتسوي بوحمة؟ بطبخ. لا 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 ما تسويها. لا بطبخ. مو قلت لكم بطبخ لكم؟ شنو هذا بوحمة؟ اي والله بطبخ شيكم. براويكم شيء. خلينا نشوف هذا التقرير وقصة هالجبن السلايد شرايح الجبن وارجع لكم، شوفوا التقرير. هذا جبن سلايز كان في البيت قاعد نسوي التجربة نفس الفيديو. شوف في بلاستيك ولا ما في؟ تفضل. ما قاعد يذوب ولا هم يحزنون، يعني معناتها ريحته فعلا ريحة نايلون، ريحة نايلون يا شوف جماعة. شوف الخلف ولا صار في شيء، ورا ماكو ولا شيء. هذا جبن بعد احنا نحطه في بطننا، هذا ماركة هذا اللي عندك ما ادري بعد عن الثانيين ما ادري، ماركات ثانية جربوا جربوا. هذا اللي يسوي سرطان يا عالم يا ناس، هذا اللي يسوي سرطان. شوفوا شلون يحترق ولا يذوب، شوفوا شوفوا شوفوا. سرطان انتشر بالعالم والسبة هالسوالف هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تغير لونه ورا، ولا تغير. اللي عنده جبن سلايز يا جماعة يقطع حالا. فقلت أنا خلونا نتأكد صج ولا لا. شو هيبطلون هذا؟ واحنا كل يوم حطوا يصموا لكن خلينا نشوف صدق ولا لا. اعطيه مخرج، شوفوا اعزائي المشاهد نفس اللي قالته الأخت. وريحة الله لا يراويكم. نعيد التجربة، نعيد التجربة. وإحنا قاعدين ناكل كل يوم والله ريحته كريهة، واقول قولون وكوليسترول مرتفع وطايحين لاكل احنا. تعال ناصر، تعال بو. انت شبه خلي سجال من الكاميرا، تعال من جيت المخرج شبه. لا فوق حركه. الله يلون. شو الريحه؟ نايلون. نايلون ها؟ ايه هو باين فوق، هذا يجي هذا نايلون انا باين. شوفوا اعزائي المشاهدين باين. شوفوا شب شب. هو باين انتي والله. هذا اعزائي المشاهدين طالعوا ورا. أشكر ناصر مرتين سويناها فعلا ريحة الله لا يراويكم. أعوذ بالله. هل هي دهون مشبعة مركزة مخلوطة معها شيء؟ يا ليت يعني الإخواننا في وزارة الصحة
ياخذون من هالشرايح الجبن ويتم على فحص شامل على النوعيه هذه، ريحتها كريهه كانها بلاستيك، واحنا للاسف كل يوم من الاخوان وزاره الصحه يفحصون شنو هالمواد اللي فيها وشنو المواد الحافظه اللي فيها. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشهد، فاتمنى من الامهات بلا تالي الليل عاد اللي ما تحب ريلها وكرهته تحط لها الجبن تكثر منه، ها تحطوا 4-5 ها، وشويه طماطم وخس وهمبرجر، همبرجر من اللي وياكل، وتالي الليل يقول حارج ها. بلغناكم ويا ليت ينتشر هالمقطع على اساس يوصل للمسؤولين يا كلهم موقف في الريحه.